على مفهوم الكاسكيد كنترول. في حالة الكاسكيد كنترول في كتير من الاندستريال بروسيسز بيكون عندي تو كاسكيدد لوبس. ايش يعني كاسكيدد؟ كاسكيدد او نستد داخل بعض. فبكون عندي في فيريبل عمالي بتحكم فيه الفيريبل الخارجي. بالحالة هاي سبيد. وهذه هون سبيد اكشوال. طبعا عندي هون سنسر او ترانسديوسر. هاي اعطتني الكتريكال سبيد. وانا في عندي هون ريفرنس سبيد. سبيد هذه هون ريفرنس او ديزايرد ريفرنس او ديزايرد السرعه اللي انا بدي اياها. منهم راح يطلع عندي ايرور. بطرحهم الاثنين من بعض بصير عندي ايرور ان سبيد. بس انا اذا بتتذكروا هذا السيستم هو عباره عن تورك، عم بعمل جنريشن لتورك. وانا اذا عندي فرق في السرعه، ايش اللي بخليني اروح من السرعه الاولى للسرعه الثانيه؟ ايش اللي بخلي السرعه تتغير؟ تورك اللي هو راح يسبب اكسلريشن، مضبوط؟ فاذا بنطلع مره ثانيه بنشوف هون عندي التورك تبعت المحرك ماينس التورك اللي بيقاومني تبع اللود بيساوي اي في الفا، مضبوط؟ اذا بنطلع عليه بهي الطريقه. فالفرق من التوركس اللي هون اذا هذا اعلى من هذا راح يسبب تسارع موجب، راح يزيد التورك. اذا راح نعمله الان راح يصير الايرور ان سبيد هو نفسه الديزايرد فاليو اوف تورك. واضحة هاي النقطة؟ تمام. هلا أنت جيت حسبت طرحت السرعتين من بعض، وجدت في عندك مشكلة بالسرعة مش متساويات، ماشي؟ فأجيت قلت لي أنا سرعتي لازم تكون 120 وكارنتلي سرعتي 100 راديان بير سكند، أوكي؟ إذا إيش لازم أعمل؟ لازم أرفع سرعتي من 100 ل 120 راديان بير سكند. شو اللي بخليني أزيد السرعة؟ بدي تسارع، والتسارع بده يكون إيش؟ موجب ولا سالب؟ موجب. حتى يصير في عندي تسارع إيش بدي أعمل؟ بدي اجيب تورك، مش هيك؟ إذا هذا بده يكون موجب بده يكون هذا موجب. إذا هلا افرض أنت جيت قلت لي السرعة بالضبط نفس السرعة، السرعتين متساويات تماما. ما بدي إذا تورك، مش هيك؟ فوتيها التورك بده يصير زيرو، فكأني بقول إذا السرعتين متساويات الديزايرد فاليو أوف تورك زيرو. إذا السرعة الريفرنس أعلى من الأكشوال معناها عندي مشكلة، بدي أعمل تسارع، إذا بدي تسارع بدي بوزيتيف تورك. إذا كان عندي السرعة هاي أقل من السرعة هاي معناها بدي أنزل. معناها التورك شو بده يكون؟ نيجاتيف، مش هيك؟ اذا هدول التنين الكاسكيد في الكاسكيد كنترول بصير في عندي اوتر لوب، الايرور تبع الاوتر لوب بصير هو الديزايرد فاليو للانر لوب. دكتور هاي الانرشا مع اللود نعم؟ الانرشا بنعتبرها كونستنت مش تتغير مع اللود ولا لا؟ لا بس احنا في هذيك اللحظه ما راح يتغير اللود عندي، يعني انا فرضنا اللود كونستنت مضبوط؟ مش هيك؟ مضبوط؟ يعني من لما بدينا السيستم هلا هون باللحظه هاي انت ما راح تغير الانرشا الانرجي عندك لها فاليو بس هي كونستنت. شو اللي بدك تغيره؟ بدك تخلي اكسلريشن بوزيتيف فبدك هذا يصير اعلى من هذا، مش هيك؟ بدك ترفع التوب. اذا خلينا بس نعرف هون الكاسكيد كنترول، اذا ان كاسكيد كنترول. بكون في عندك انر لوب وعندنا اوتر لوب. الايرور اوف اوتر لوب بصير هو نفسه هو الديزايرد فاليو ديزايرد او ريفرنس ايش انتم بتسموه ديزايرد ولا ريفرنس ريفرنس فاليو اوف ذا انر اوكي الكل فاهم هاي النقطه ولذلك صار عندي الان الايرور اللي بيطلع معي بالسرعه سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف راح يصير هو الديزايرد فاليو اوف ذا تورك إذا هون رح يصير في عندي هلا لوب جديدة. اللوب الجديدة هاي كمان رح يجيها إشي يمثل لي شو التورك الحالي. فبصير عندي هذا كأنه التورك ريكوير ورح تشوفوا بالسيستم هذا هو بحط على أي ديزايرد فاليو بحط على الستار. هون التورك الأكشوال. هلا إحنا بدنا إذا صار التورك بدي إياه هيك، بس بدي إشي يعطيني إنديكيشن عن التورك، ما هي صارت لوب ثاني، يعني هي رح تصير لوب في داخل لوب. إذا بدك تحطها بهذا الشكل هون راح يكون في عندي نوع ثاني من نعم تفضل هلا حكيت قبل انه لو كانت سرعتين نفس الشيء ايوه مش لازم تخليه اذا حطيت انت تورك بدك تسارع بدك السرعه تضلها نفسها السرعه بتضل تمام بالضبط بس ما بدك انت التورك اذا ظل التورك بوزيتيف رح يضل يتسارع السيستم مضبوط
هلا رح حل لك المشكله هاي حتى تتغلب، بدك شويه تورك بس يتغلب على الفريكشن، مظبوط؟ هاي رح حل لك اياها الاي. من عندي بي اي كنترولر، بتذكر البي اي كنترولر؟ ايش الـ ايش الـ اهم شيء في البي اي شو هو؟ ايش اهميه الاي اللي في البي اي؟ البي اي بتقول اذا انت الايرور عندك زيرو ما شرط تطلع الاوتبوت تبع البي اي زيرو، شو راح يطلع الاوتبوت تبع البي اي؟ كونستنت. شو هو الكونستنت؟ اخر فاليو وصلوا للانتجريتر. البي اي على فكره من اقوى من اقوى الكنترولرز اللي موجوده، لانه شو بقول؟ بقول انت حتى لو الايرور عندك صار زيرو ممكن انا اطلع لك اوتبوت فاليو يحافظ على الفريكشن ويتغلب على الاشياء اللي موجوده. اذا هي عندنا هي كاسكيت كنترول، عندي اوتر لوب، عندي انر لوب. الاوتر لوب الايرور تبع الاوتر لوب شو صار؟ صار هو السيت فاليو تبع الانر لوب. السيت فاليو تبع الانر لوب كمان لازم اقارنه بالتورك، فانا هون اذا عندي صار تورك ديزايرد ايش لازم اقارنه؟ بالتورك الحالي. وعلى اساسه بقرر، وهون راح يطلع عندي تورك، وطبعا هون راح يطلع معي اوميجا. طبعا انتم تذكروا ان عندي انا هون الفا. مظبوط؟ متذكرين الفا بتصير اذا كاملت الفا شو بتعطيني؟ والفا من وين اجت مع التورك؟ هي المعادلة مظبوط؟ اه؟ فإذا قسمت التورك على فكرة على اي شو بعطيني؟ الفا مظبوط؟ طيب إذا أخذت تي موتور ماينس تي لود على اي شو بعطيني؟ الفا، بس الفا هي ايش؟ فإحنا عندنا هون هي تطلع هذه بشكل عام أي سيستم أي درايف مش بس هذا الدرايف أي درايف هذا اللي عم بيصير فيه أو هذه الكنترولر تبعته من هون سبيد بالايرور بعطيني فاليو، الايرور بالفاليو هو بيمثل لي قديش انا بدي تورك، بس انا التورك ما لازم اروح ادخل بدي اقارن التورك قديش التورك الحالي، بركي انا معطي هذا التورك الان او قديش الفرق ما بين التورك اللي هو موجود فعليا واللي انا بدي اياه، اذا الستار شو بتمثل؟ ريفرنس ريفرنس ماينس هاي بطلع عندي هلا اوتبوت وهذا هون رح يطلع يعمل تسارع بعدين بترد بتعيد العمليه هاي بتضلها تتكرر العمليه هاي، اذا هذا اسمه هون cascade control وصارت two loops one loop inside the other.